الخير. إنها الحلقة الرابعة في قضية هي بحجم وطن تحكمه الطائفية باسم الدين، ولكن الحكم الطائفي غارق في الفساد، وهذا ما أثبته البرنامج بالوقائع والوثائق وشهادات الناس. نستكمل الليلة ملف فساد المحاكم الشرعية والروحية، ونختصر في مقدمة هذه الحلقة ما أوردناه حول تزوير وثائق زواج وتوقيعها على بياض وابتزاز وكسب المال في المحاكم الروحية وتسلط قوى الأمن على الشريك الأضعف بتنفيذ مذكرات قضائية شرعية وروحية صادرة بحقه، إضافة إلى صناديق سوداء تملأ من مال غير قانوني يستوفى بطريقة غير شرعية ويوزع على قضاة الشرع، وإحالات تأديبية تخفى في الأدراج ولا تنفذ، إضافة إلى التدخلات السياسية في الأحكام الشرعية، لأن قضاة الشرع يوزعون على كما الحصص على زعماء الطوائف. كل ذلك طرح في برنامج الفساد في ملف هو الأجدى بالاهتمام والتركيز، وكل فساد هذا الملف يثبت سبب تمسك الزعماء بطوائفهم وعدم تكريس الدولة المدنية والأحوال الشخصية المدنية، وهذا ما يفتح باب النقاش القانوني حول الزواج المدني. مزيد من الوقائع والمعلومات في حلقة الليلة، حيث يترافق هذا الملف مع محاولات إصلاحية من قبل قضاة وبعض رجال دين يشعرون بمخاطر سوء الأحوال التي وصل إليها القضاء الشرعي في لبنان. معنا بالحلقة الشيخ محمد علي الحاج العاملي كمان لمرة تانية، وهو مدير حوزة الإمام السجاد العلمية. مساء الخير. ومساء الخير أيضا للأستاذ المحامي رفيق الحاج. وسيكون لنا مداخلات من قبل مواطنين، يعني ستكون شهاداتهم بمثابة شهادات حية، وكل هذه الوقائع والمعلومات التي أدلي بها في خلال هذه الحلقات هي يجب أن تكون بمثابة إخبار إلى النيابات العامة وإلى القيمين على هذه الطوائف في لبنان، كل الطوائف التي يشكو من قضائها الشرعي والروحي، كل الناس تقريبا الذين يواجهون مشاكل. بدنا نبلش الحلقة، بنرجع معك حضرة الشيخ. كنا حكينا بالحلقة الماضية عن عدة مواضيع، ومنا عن بعض المواضيع المتعلقة يعني واللي صار في اتصالات كتير عليه أثناء الحلقة بموضوع التصرف بأموال الأوقاف أيضا، فماذا تقول عن هذا الملف؟ بالحقيقة برجع بكرر شكري لك على إثارة الموضوع. قبل ما نبلش، يمكن عرفنا أنك تلقيت كتير نصائح أو إذا بدك تهويل أو ترغيب أو ترهيب، ما بعرف، لحتى ترغيب ما في لحتى يعني ترغيب بعدم الظهور في الحلقة أو البرنامج بحجة أنه مش وقتها، وخبرنا شوي عن الموضوع. واقعا لأنه هو الملف جدا حساس. نعم. في بعض النصائح اللي اجت لي قالوا لانه هذا مش ظرف سياسي مؤاتي حتى تنثار قضيه، دائما بتربط الامور بالظرف السياسي وبال كان. نعم. جوابي انا انه طيب اين تن الظرف؟ نحن انه عندنا من 81 خلصت مده الهيئه الشرعيه، يعني من 32 سنه. طيب ما حل كان عندنا حرب داخليه عرفنا، خلصنا بعد التسعين عملوا انتخابات الطائفه الدرزيه وعملوا دار الفتوى ورتبوا امورهم. نعم. كلياتهم، وبعدنا نحن فايتين بهالمعمعه. أنا اللي أجبتهم البعض اللي تمنوا علي أنه الظرف مش مساعد وقالوا لي أنه بدون إثارة الموضوع، قلت لهم بالعكس، لأنه الظرف السياسي بالمنطقة جدا حساس، وبلبنان وضعه جدا خطير، والطائفة الشيعية عم تعيش أيام جدا يعني بمعنى أمام مخاطر جمس بصراحة. هيدا بيستدعي شو؟ ما بيستدعي أنه نحن نسترع على المواضيع، على العكس تماما. يعني هذا الامر يستدعي كلام الحق ويعني. نعم. وظلامه الناس ما بدها ظروف، يعني مش بس هيك، بيستدعي انه نركز امورنا اذا عندنا اي مخاطر. نحن بالعكس منا مؤسسه. نعم. في المجلس المشي الاعلى تكون متينه، اي مخاطر. نعم. بتعترضنا تقدر تكون صامده ولا دوره. نحن اليوم من اكثر امر نحن بنفتقد له بالطائفه الشيعيه اليوم انه ما عندنا مجلس شيعي. نعم. واقعا انه بيمثل له شيء على الارض، انه اليوم وين دور المجلس يمشي اعلى مثلا بالموضوع التشنج السني الشيعي؟ شو في يعمل؟ ما عنده شيء. نفس الشيء على دار الفتوى، يعني مع كامل الاحترام لسمحت الشيخ عبد الامير ولسمحت المفتي قباني، بس انه اليوم اذا صار في اي فتنه سنيه شيعيه اليوم في لبنان
شو بدهم يعملوا؟ الموضوع نعم يعني بكل نحن عم نطالب بترتيب البيت الداخلي للطائفة الشيعية. يعني هيدي الذرائع والحجج دائما اللي بنسمعها انه مش وقتها نحكي بهالموضوع وهيدا بتثير هيدي النعرات وهيدا بتثير هيدي خلص ما بقى تنطلع على حدا لانه الناس ما قادرين بقى يتحملوا الوقائع اللي عم نسردها كثير خطيرة وكثير يعني ما بقى غير مقبولة. فحتى مثلا يعني املاك الاوقاف واموال الاوقاف عم بيتم التلاعب فيها لجوبك. كنت بدك تحكي عن هالموضوع صح. هل عندك بعض الوقائع؟ أنا واقع من يوم اللي طلعنا معك الحلقة الأسبوع الماضي لليوم ما في يوم إلا عم تيجي 3-4 ملفات عن بيع أوقاف وتجاوزات واختلاسات وقضايا مش مزبوطة. نعم. ما حابين يثيرون على الإعلام هالمواضيع ما بتنحل بالإعلام. هذا كلام منطقي وكلام سليم. حتى القضاء يعني القضاء حضرتك بارك الله فيك فيك أنت تضوع على فساد بده يتعالج تحت الإعلام. ما فيك انت هون كله تعالجي ضمن هالحلقة. نحن منقدمه كأخبار بارك الله فيك هذا عمل جيد. نعم. بس انه الباقي بده حل بنوايا صافية بده تكاتف وتعاون على الأرض طيب بين الجميع. هل مؤكدة كل الحالات اللي عم بتم الشكوى منها يعني هل عم بيقدموا لكم وقائع ومستندات ووثائق؟ يعني طبعا في كثير من الناس يعني مثلا بمعنى في شيء أمور موثقة في بعض مثلا أعطينا مثلا أعطينا مثلا يعني مثلا إذا بتحبي مثلا أنت عندك مثلا شيء بيتعلق شيء بيتعلق بالأوقاف نفرط نعم. فيه عندك شيء أستاذ رفيق في 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 معي في في تفضل في هيدا كتاب موجه لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري نعم. من رئيس بلدية صفد البطيخ نعم بخاطبه في عقار هو ما بعرف إذا بتحبوا تاخذوه لأنه كل هذه معلومات سليمة عقار هي اللي في اتفاق عليه من سنة 56 يمكن بين أهالي القرية المسلمين والمسيحيين يتناصفوا الأرض نعم. لاحقا كانوا عاملين فيه حسب ما مكتوب هون علما أن هذا العقار هو ملك عام لأهالي بلدة صفد البطيخ وقد أقام الإخوة المسلمون عليه بناء ما زال قائما حتى الآن باسم نادي الشهيد الثاني نعم. وترك مساحة مساوية للبناء لإشادة مبنى للإخوة المسيحيين نعم. وذلك بموجب اتفاقية موقعة من وجهاء البلدة إلى آخره مؤرخة ب 11/20/56 بيجي إحدى الجمعيات النافذة التابعة لإحدى القوى السياسية تستملكه وهون سند طالع فيه هذه إفادة عقارية تستملكه مين اللي بيقدر يملكها إياه يعني هل تنازل خلال المسيح مكتوب هون أتت المسيح بـ2007 وتم مسحها بالتزوير هذا رئيس البلدية عم يحكي إلى آخره وأنه هذه الجمعية الغير معروفة بالبلدة هي استملكت نعم. وهي واقع عن هذه الجمعية مقرة في بيروت ما لاش حق بالقانون أن تتملك خارج نطاق مكانها. هيدي مثلا وحدة من الأمور في مبنى وفي خلينا ملف في الأوقاف في حدا بده يشكي نرجع له لاحقا نعم. شوية أخرى أستاذ رفي صراحة أستاذ غدا شكرا على استضافتك. المسألة مش مسألة بس هذا العقار أو غيره بعمليات التحديد والتحرير يجري كثير من المخالفات ويعود لأصحاب الحق خلال مهلة الشهرين من المسح الاعتراض وخلال مهلة سنتين وضع إشارة والادعاء أمام المحكمة الابتدائية المدنية التابعة للمحل العقار وأن يقيموا دعوة إثبات حق بواقع الحال شخص ما هلأ نحن عم نفوت بموضوع تاني أنا بدي أقول هل عندكم وثائق يعني اليوم اللي من بينحكى عن في حالة موضوع في حالة فساد بموضوع مش بس يعني بموضوع الأوقاف مش بس بالأوقاف هذه استباحة وهذه موجودة عند كمان المسيحيين عند كل المواطنين كل الفاسدين نعم. سواء مهما كانت طوائفهم نعم. غياب نعم. الدولة المدنية العادلة نعم. هو الذي يؤدي إلى ملوك الطوائف وأمراء الإقطاع الطائفي المذهبي أنه يتصرفوا حل العدالة الجامعة المانعة للدولة نعم طيب رح هل عندك شيء أمثلة عن موضوع يعني أملاك الأوقاف أو التصرف فيها هل عندكم أمثلة تانية؟ بدي بحب أني عفوا نعم. أنا بالنسبة بالنسبة لي لدي أمثلة بس بما أنها عالقة أمام القضاء نعم. لا تسمح نعم. أصول المحاكمات وقانون تنظيم المهنة أن أثيرها أمام الإعلام نعم تفضل بحب أحكي مثلا أني إجتني معلومات دقيقة نعم. جدا نعم. من وقف البرج نعم. المتولي عليه الأستاذ محمد حرب اللي هو نعم. اليوم مسؤول نعم. الأوقاف في المجلس الشيعي محلات مأجرة ب200,000 ليرة بالسنة نعم. لبعض أقاربه حسب ما قيل أو شيء آخر بغض النظر لمين نعم. بس أنه معقول محل اليوم بيكون أجاره 200,000 أو شقة مثلا أجاره معمول أجرات حديثة ب955,000 ليرة بالسنة ما بعرف يعني كيف هذا التفريط لمصلحة مين يعني نعم
حتى طيب. يعني النموذج اللي معك الاخ اللي شفناه برا كمان هيدا موضوع يعني في تفاصيل بعد ملايين دولارات يعني رح يكون له شهاده يعني الحاج حسين مهدي يمكن رح يكون له شهاده معنا بموضوع الاوقاف. قبل ما ناخذ اتصال معنا شكوى ايضا من موضوع اخر يعني بمحكمه مسيحيه رح اسالك بعض الاسئله اللي وردتنا على الحلقه خلال الاسبوع على البرنامج. هل صحيح انه القضاة يعني مثل انه المحكمه الشرعيه عم بتكون محكمه عائليه؟ يعني كل قاضي عنده 3 اولاد بالمحكمه موظف وعنا يعني عدة أمثلة ويمكن مش مخفية الأمور على أحد. مثلا عنا أمثلة رح نحكي فيها مثل ما دايما نحكي بالبرنامج، القاضي مثلا عباس حسن لديه 3 أولاد بالمحكمة الشرعية، القاضي بشير مرتضى الحاجب لديه أو بالمحكمة اللي هو شقيق زوجته، القاضي أسد الله الحرشي بنته أجيرة بالمحكمة وصهر حسن فرحات معه في المحكمة مساعد قضائي، القاضي علي حيدر عديله عون الله حيدر يتمم له أموره وهو وكيل يعني ويحيل عليه القضايا، القاضي عبد الحليم شرارة لديه 3 أولاد بالمحكمة وشقيقه قاضي وشقيقته موظفة، القاضي علي المولى له ولدان بالمحكمة وأيضا يعني حسب ما وردت المعلومات يعني حتى آل عواد هن عائلة بالمحكمة وشخص من آل شبلي وشخص من آل كسرواني والدهما من آل عواد كمان بالمحكمة مع آل عواد. يعني هيدا هو الجو. هل صحيحة هذه المعلومات؟ هل تؤكدون هذه المعلومات؟ هلا في يعني في مجموعة من أنا بعرف بعضهم صحيح ما عنديش اطلاع كامل عليها وفي يعني في هيك كلام. هلا هيك كلام ما هو الناس موجودين مش مخفيين استاذ رفيق موجود. لا بالنسبه الاسماء اللي وردتنا بالنسبه لقانون الموظفين وخاصه نعم. الموظفين في نعم. المحاكم كيف الشرعية. يمكن يعني انا بدي اسالك كمحامي كيف يمكن ان تدخلوا الى محكمه هي يعني بهيكليتها من اشقاء او اقارب او يعني هل هذا جو يؤمن العداله او هل هذا يتماشى مع القوانين المرعيه؟ لازم يعرف الجمهور ان المحاكم المذهبيه والشرعيه والكنسية هي محاكم استثنائية ولها قانون خاص استثنائي نعم. ومن المؤسف لا تخضع إلا لمجلس الوزراء أو لقانونها الخاص الطائفي. طب هل القانون الخاص وللأسف الشديد يخرج عن أحيانا عن قانون الموظفين؟ يعني هي خاضعة لقانون الموظفين؟ لا ويخرج ويسمح لها قانونها الخاص أن تتعدى على قانون المدني. ليش؟ لأنه بيصير هو مثلا له صلاحية التعيين الأجراء. طيب بس هل يمكن يعني حسب قانون الموظفين هل يمكن تعيين الشقيق والأخ والقريب والابن العام؟ وهل يمكن من حيث المبدأ لا يجوز. هل يوجد نص بالأمر؟ لا يجوز بالقضاء أنك تجيب تحت طائلة التنحي. نعم تحت طائلة التنحي راجعي النص. أنا موافق عليك ولكن القانون الاستنسابي يسمح يعني المادة 31 تنظيم الجديد لرقابة وإدارة الأوقاف صحيح الإسلامية صحيح. وهو أمر إداري رقم 10 صادر يعني هو بعده صادر من سنة 30 بسنة 1930 يعمل بأنه من أصول المحاكمات الحقوقية ممنوع وجود القرابة حد الدرجة الرابعة فيما بين الأعضاء صحيح. أنفسهم صحيح. وبين صحيح. الأعضاء والرئيس في مجلس واحد. هيدي بسنة 30 كانوا عم بيحققوا العدالة نعم. وهذا قانون نافذ لهذا نعم. ولكن في المادة 38 مرسوم الاشتراعي 150 نعم. هو قانون موظفي الدولة يسمح أحيانا في تعيين أجراء في فئات نعم. معينة أنه مزارع مساعد إلى آخره يستفيد منها رئيس المحكمة العليا وبيعين الناس بصفة أجراء نعم. وأحيانا بيصير في نوع من شبه التحايل على القوانين بيعملوا مباريات محصورة من الأجراء وبيصيروا رؤساء أقلام وبيصيروا مسؤولين بالمحاكم الشرعية والمحاكم الاستثنائية ما بدي سميها محاكم شرعية فقط محاكم استثنائية وبيصيروا مسؤولين بصفة أعلى من زملائهم اللي أكثر علما وأكثر خبرة. هلا هذا عم بتصير بكل المحاكم الروحية والمذهبية استنسابيا لأن المحاكم الاستثنائية وهي ليست خاضعة لوزارة العدل هذه المحاكم لمجلس الوزراء وبتعرفي مجلس الوزراء يعني في مداخلات سياسية في بس التعيين. ولكن كمان للتعيين مثل ما قلنا أصول وللوظيفة أصول الاستنساب نعم. يغلب في هالبلاد للأسف الشديد على القانون
طيب رح نرجع للموضوع، وفي موضوع كتير مهم حول موضوع استيفاء الرسوم والإصالات، وهل تعطى إصالات أو لا تعطى إصالات، ولكن خلينا ناخد اتصال معنا السيدة جينا شماس، وهي معروفة يعني كونها خبيرة اقتصادية وكونها أيضا يعني مستشارة، ولكن عندها شكوى من نوع آخر بتخص أحد يعني المقربين منها. يمكن مساء الخير ست جينا، أهلا فيك. مساء الخير ست غادة، أهلا فيك. اليوم يمكن هذه الحلقات وهذا الملف فتح باب كتير، لأنه كل حدا بيعرف شيء أنه يطلع يحكيه، لأنه عن جد كفى وما بقى بدنا غير دولة مدنية، وما بقى بدنا غير أحوال شخصية مدنية. يمكن تفضل. أول شيء بحب مسي كل الجميع اللي عم يسمعونا وضيوفك اللي موجودين معك، وبحب أشكرك السيدة الإعلامية غادة على هالشجاعة للبحث بموضوع الفساد، مش بس بالمؤسسات الرسمية والدولة كما نحن بنعرفها، كمان حتى الذهاب بعيدا إلى المؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية جزء منها، المحاكم الشرعية والمذهبية الإسلامية عندنا حق أكثر أنه نتدخل فيها عن غيرها، باعتبار أنه هي ممولة لجزء مهم من مصروفها من الأموال العامة. التدخل بالنسبة أكيد للأموال اللي تتقاضاها، بالنسبة للأداء، بالنسبة لاستخدام المال، وبالنسبة للخدمة اللي عم بيقدوها ساعتها، لأنه صاروا خدمات، يعني مؤسسة عامة صارت. صحيح. بشكل ما هلا طبعا فيهم يكونوا مثل المؤسسات الثانيين الدينية المسيحية اللي هم بياخذوا هبة، بياخذوا مبلغ معين، بس منهم موظفين بالدولة. اللي هو أنا على القليلة لهون بحب أنه نوصل، لحتى نكون أولا عم نبعد قد ما فينا الدولة وأموال عامة عن الأشياء اللي بعتبرها خاصة اللي هي المحاكم المذهبية والدينية. بس في نقطة كتير مهمة، أنه اليوم هيدا الفساد اللي عم يعملوا فينا كلبنانية، أنه نحنا في عنا طائفية، فعنا مشاكل من وراء الطائفية والمذهبية والأديان وتدخل الأديان بالحياة تبع المواطنين بشكل تفصيلي، وفوقهم ما عنا حتى الروحانية اللي مفروض تجي من ميلة الأديان. اليوم لما بيكون عنا ناس يلي هن مفروض انه يكونوا المصدر الروحانية، مصدر التعاطي والتواصل، هن يعلموا القيم والمصل والأخلاق، الأخلاق والقيم والمثل الأعلى لإلنا ولولادنا، عم بيكونوا عرضة للفساد، وعم بيقولوا وقت اللي نحن منواجهون ونحن عم نواجههم. وأنا بحب أقول صحيح العنوان اسمه المحاكم الشرعية والفساد، أنا بكلمة شرعية بدي بفضل نقول طائفية أو مذهبية لحتى يعرفوا أنه المسلم والمسيحي عم بيعاني بنفس المعاناة. نحن دائما عم نقول الشرعية والروحية حسب ما هو متداول ومتعرف عليه. طبعا نحن اللي لازم نقوله أنه يعني إن كان المحاكم اللي هي للأديان المسيحية، للدين المسيحي أو للدين المسلم، ديناتهم عندهم مشاكل، المواطنين اللبنانيين عم بيعانوا من كل الميلات. المحاكم الروحية فيها فساد وفيها مشاكل بنفس الطريقة، عنا خوارني، عنا حتى بنوصل للمطارين يلي ما بيهمون إذا كان الإجراء عم بيتم بشكل عادل، ولا إذا كان الشخص عم يتحاكم أو عم يتحاسب فعلا حسب الدين تبعه وحسب الهيدا، عم بيصير فيه تدخلات واتصالات ووسائط وأموال طائلة، يعني في مصاري عم بيكون الأشخاص اللي عرضة للدفع. بس بدي اقول اكثر، بس في شغله محدده كنا بدنا نفتح الملف فيها، ويمكن بدها حلقه كامله عن قضيه ابتزاز من قبل رجل دين. عندنا قضايا عم تنحل بشكل انه اذا في عقار بدك ترهن العقار، اذا ما بيرهن المواطن العقار بنستعمل السلطه باسم الكنيسه، والكنيسه كلمه كثير كبيره. يعني اليوم أنا قبل ما أعرف كل هالتفاصيل، أنا كمان كشخص إذا الكنيسة بترفع دعوة على شخص بعتبر أكيد غلطان، بغري ليه؟ لأنه الكنيسة معقول تغلط؟ ما نحن معلمين كل عمرنا أنه الكنيسة صح. إذا هيدا الشخص اللي دفع عليه دعوة قبل ما حدا يعرف إذا الحق عليه أو ما حق عليه، بيكون أكلة معنوية. بس أنا بعتقد أنه الرأي العام مش هيك، يعني اليوم ما حدا عم يعني منه سر بقى، وما حدا عم بينفي وجود الفساد والاستشراء الفساد بالمحاكم الكنسية يعني أجواء
كل السلطة الكنسية والسلطة الشرعية، يعني ما بقى حدا هالقد يعني ياخذ الأمور إنه لا إنه الكنيسة ما بتغلط وهيدا الرجل الدين ما بيغلط، ما بقى هيك الجو للأسف لأنه استشرى الفساد وما بقى يتخبى. هلا الست غادة اللي حضرتك عم تعمليه ببرنامجك هو اللي عم بيساعد الناس، مش بس انه يمكن عم يكسر حاجز الصمت وعم بيزيل عم يكشف القناع. عم يكسر حاجز الصمت هيدي شغله كثير منيحه، لان احنا كلبنانيه بنحب انه دائما بنحط الصوره الاحلى الافضل براسنا عن كل حدا بنعرفه او بنحبه او بنحب ان نحبه، وما بنقبل الحكي اللي ما منيح عنه. بقى بيصعب. بس هل موجوده يعني تفاصيل قضيه يعني اعتمد او لجأ لإلى خوري او ما بعرف اذا في خوري لابتزاز بهالشكل؟ مثلا بيكون عندنا خوري عنده عائله مجوز وعنده اولاد ومفروض هو بيقبض له شي مليونين ليره بالشهر مش اكثر، عايش هو وعائلته بمستوى كثير راقي بشقه كثير حلوه، عنده سياره كيان، عنده سياره ثانيه نيسان باترول، كل هالسيارات الفخمه والى اخره، وبذات الوقت مفروض انه هيدا عم بيكون هو معاشه كثير قليل. يعني نحن بنرجع نسال من وين عم بيجوا المصريات، وكيف بضل في ناس منهم قادرين يفوتوا على المدارس مثلا الكاثوليكيه بشكل كثير مرتاح واهين، وقت اللي في اموال والطوائف كلها عندها اموال، وبعد في ناس جوعانه ببلدنا، طوائف عندها اموال وبعد في ناس ما قادره تفوت على المدارس، وبعد الدوله بدها تتحمل لحالها. يعني وكلنا مفروض منتميين لدرجه انه انتمائنا الطائفي قد يقودنا انه نتخانق مع بعض ونقتل بعض، طيب ليش؟ صحيح. في عندنا كثير مشاكل بدها حل وبدها بد، اليوم المهم انه نعرف انه الناس ما بقى رح تسكت. اي مؤسسه دينيه على راسنا وهي تاج راسنا، ونحن هيدا اللي بدنا اياه انه نقدر بس اي مواطن يعني عم يتعرض من فساد من اي رجل دين ومهما كان، يعني هو له حق يطلع يشكي منه، هو له حق كمان يكون يعني ما يكون هو خصمه وحكمه، يعني يكون كمان له فرصه عادله بالتقاضي معه. نعم. بس في ضغط ست غادة، في ضغط كثير قوي انه اليوم رجال الدين عندهم سلطه، عندهم سلطه على الاعلام، عندهم سلطه على القضاء، عندهم سلطه على المدعي العام، عندهم سلطه، في سلطه، في تاثير، هذا التاثير بحترمه، يعني نحن كمان عندنا اياه لانه بس نشوفهم نحن منخ، نحن في وقائع. لا بس مفروض اذا كان في وقائع واثباتات انه هيدي السلطه. هيدي هي النقطه. نعم. اليوم صرنا بدنا نفتش مش على الخبريه. طيب. على الاثبات. هل يعني في ملف كنا عم نحكي يعني ويعني بسرعه وما كان في وقت كثير اليوم لتحضير للموضوع، هل في ملف ممكن انه نقدر نكشف فيه وقائع؟ في للاسف. نعم. للاسف انه في عده ملفات مش ملف واحد. طيب بركي بنخليه لوقت ثاني يمكن. نعم. ايه اكيد رح نعمل الهيئه هالموضوع، نحن عم نطلب انه هالملفات انه يكونوا القيمين والمسؤولين عندهم درايه انه يهتموا فيهم. نعم. بتمنى انه يكون هذا الشيء عم بيصير بعيدا عن الاعلام ويصير بشكل اللي هو الافضل لمصلحه، اولا هي مصلحه الكنيسه. بس ليش بدنا نخاف من الاعلام طالما انه الاعلام هو كلمه الحق؟ يعني اليوم لانه الامور مخبايه عم يتفاقم حجم الفساد وعم تتفاقم الاخطاء، يعني اليوم كشف هذه الامور بطريقه موضوعيه وعلميه وواقعيه هي كلمه حق تقال، يعني هي الهدف هو المحاسبه. نعم. اذا انت بتعرفي انه في محل في خطا وحاسبوا حالهم وصححوا خطأهم، ما بعرف في ضروره في يعني هذا نوع من رساله عم بتوجهيها اليوم. نحن عم نوجه رساله انه بدنا ان تاتي المحاسبه. على كل حال نحن بلا مره الا ما كان بدنا الاصلاح من هالبرنامج، مش فقط الحديث والتشجيع تبع البرنامج. نعم. ونحن متوخى الاصلاح وما هدفنا لا حتى نشهر بحدا ولا نعذب حدا ولا نقهر حدا، ولا بدي حدا يقهرنا لا لنا ولا اي ثاني حدا. شكرا لك السيده جينا شماس، وميرسي كثير كثير على هالبرنامج. اهلا فيك وبشكر ضيوفك. شكرا لك. ننتقل للاستوديو، معنا ايضا قبل ما نرجع لضيوفنا، معنا ايضا شهاده من مواطن صار له 4 اسابيع بيتصل ومصر على انه يكون في له شهاده من البرنامج، اديب بنعوم. مساء الخير. مساء النور. تفضل اديب. استاذي انا لي 4 سنين عم بتعذب بورقه طلاق من المطران لي حداد. نعم. ليش؟ لانه عطيته اثبات مرتي راحت مع واحد شيعي وتجوزته وراحوا شهود متشكي عليها 4 دعاوى، والاربع دعاوى يكتبوا لي يحتفظوا بالدعوه، احتفاظ بالدعوه
جبت لهم شهود انه هي معه. نعم. منط خوري اسمه، اذا بدك بسمي اسمه دغري، انا ماني خايف منه. انت يعني بتقدر انت هيدا المنبر لك، انت بتحمل مسؤوليه. انا بدي اتحمل مسؤوليه. وانت انا ما فيني اقول لك لازم انا انت انا بدي اتحمل مسؤوليه. في الاب الي بوشعيا، نعم، عم بحكي معه، هو عمل الدعوه، عم بحكي معه، يا الي صارت، يا سيدنا صارت القصه هيك 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 هيك. قال لي ايه معي خبر انه تجوزت وعملت شيعيه. نعم. قلت له شو العمل؟ بيقولوا لي روح امال شيعي. طلعت يعني هلا انت بدك بس انه انت تطلق من هال، انا ما بدي شيء منها، تركتك وتزوجت واحد. انا ايه انا ما بدي شيء بس منها. بدك الطلاق وما عم تحصل. انا بس تعطيني ورقه طلاق وتنازل عن الصبي، ما بدي شيء نايم منها، لانه عم بيبعثوا لي تهديد بتعمل شيعي ولا بنقتلك. معي ملفات دعاوى من النيابه العامه واثبات على هالشيء. طب كيف يعني مش منطق الامور اذا بتسمح لي؟ طب ليش مثلا بالكنيسه حتى يعني ليش اذا في زوجه تركت بيتها واختارت دين اخر واختارت رجل اخر، ليه ما بده يطلق؟ يعني ليه بده يكون معقد حياته بهالشكل؟ اذا في تنازع، عاده انا بحكي قانون بس. اي نعم. اذا في تنازع بين المحاكم وبالقانون ما انصفته محكمته الروحيه، شو في يعمل؟ بيقدر يلجا الى الهيئه وما انصفته بالمره، وفي خطا قام في قاضي خلل بالانتظام العام، يعني بيقدر يلجا الى الهيئه العامه لمحكمه التمييز، وهي السلطه المدنيه العليا على كافه المحاكم في الاراضي هون. هيدي النقاط القانونيه اللي مش معروفه، حتى لما نحن حكينا بالزواج المدني وانه مسموح بلبنان الزواج المدني ما حدا بيعرفه، ما حدا يمكن من المواطنين هلا بيعرف انه في يعترض على ظلم او صحيح. اي مماطله بحكم هيدا. نعم. لانه عاد الجهل بالقانون، جهل بالقانون اليوم بحالة أديب هو يؤدي إلى مشاكل. بحالة أديب وبالوقائع اللي عم بيقولها، إذا ما كان عم بيقول الوقائع اللي عم بيقولها، إذا في إثبات إنه زوجته تركته وهي كمان متزوجة شخص شيعي، إذا محكمته الروحية لم تنصفه وانتهت درجة التقاضي عنده ووصلت إلى حالة مخالفة ومخاصمة القضاء، هناك هيئة عليا قضائية هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز يلجأ إليها. طيب ما هون السؤال، حدا هلأ عم بسمعنا رح يقول ما هون بالقضاء المدني في فساد أكثر من القضاء الكنسي والشرعي كمان، يعني شو السؤال؟ نحن شو الرد يعني؟ نحن أمام شرعة القضاء وأمام السلطة العليا. نعم. عادة كل ما طلعت السلطات إلى الأعلى من البداية، هل سبق وأنه سبق محكمة التمييز سبق أن أنصفت مواطنين؟ سبق أن أدانت قضاة. نعم. وجرمت قضاة شرعيين ومدنيين مدنيين وشرعيين، ولكن لا يزاع الأمور. أنا بعرف. نعم. أنه في أحد الدعاوى على قاضي. نعم. على قاضي والتأديب اللجنة التأديبية أو المحكمة المختصة بالقضاء المدني عاقبته، فكيف لا يمكن معاقبة قاضي؟ ايه ولكن منهم تابعين يعني السبب الوحيد لعدم رجال الدين المسيحيين منهم تابعين وموظفين عند السلطة السياسية، لأنهم يخضعون إلى قانون استثنائي خاص. نعم. ونحن منذ مكان الزميل الأستاذ بهيش طبارة وزيرا للعدل عقد في اليونسكو بإشرافه مؤتمر لتطوير العدالة، وكان المدير العام الرئيس عمر ناطور موجود، وكانت الهيئات القضائية كلها موجودة، وأطلق توصية بأن تخضع كافة المحاكم في الأراضي اللبنانية إلى سلطة العدالة اللبنانية. خلينا نسمع أديب. إلى وزارة العدل. خلينا نسمع مجرد أديب. ما نعمل هالربط هيدا البسيط. تفضل أديب. أنا عامل أربع دعاوى بالمحكمة المدنية عليهم محاولة قتلي وقتل الصبي. تفضل. ويكتبوا لي يحتفظ بالدعوة، أربع دعاوى وجبت لهم الشهود ويحتفظوا إنه بالدعوة. ولا دعوة بعثوا وراهم وقفوهم. ولهلا بعدهم عم يبعثوا لي تهديد بتعمل شيء ولا بدنا نقتلك. اسمح لي له تحفظ الدعاوى عادة يعني هذا الشيء مش إذا مضبوط. إذا وجد القاضي أو النائب العام أنه لا يوجد جرم في الدعوة، يمكن مقدم دعوة هو ولا هل عندك إثبات عن محاولات القتل؟ أنا بزحلة شكيت عليهم أنه هاجموا لي بدهم يقتلوني بمدينة الصناعية. في عندك شهود؟ كان عندك وقائع وإثباتات؟ العالم كلها شاهدة بزحلة شفتهم. نعم. والملفات معي، الدعاوى كلها معي. خلينا نسمع حضرة الشيخ شو بيقدر. أول شيء على المستوى القانوني. نعم. والشرعي هو ما قالوش شيء مع اللي، بمعنى مشكلته مش عند الشيعة. نعم أكيد. لا لأنه هو عم بيقول إنه عم بيقولوا له إنه ليش حتى لو عمل شيعي بدها تطلقه إذا في هيك حالة يعني. حتى لو عمل شيعي ما بيصير شيء، المحكمة التي عقدت هي اللي بتفصل، هي اللي بتبت بالمفاعيل.
الزواج صار في الكنيسة صحيح بينحل ضمن الكنيسة صحيح. هذا أمر. أمر هل في اعترض كمسيحي اليوم؟ يمكن هذا السؤال يوجه إلى رجل دين مسيحي ولكن ما بيلبوا دعوتنا يعني الحمد لله. هل بيقدر يعترض هو بالمحكمة العامة لمحكمة التمييز؟ وهل الرجال الدين المسيحيين خاضعين لمثلا أحكام وهم غير موظفين في الدولة يعني؟ لكن هي مشكلته وين؟ هو عنده مشكلة ذات شقين. الشق الأول هو شيء بيتعلق بالكنيسة، إذا بده يطلق المفروض انه يلجا للمحكمه الروحيه. هذا امر. امر ثاني على مستوى انه عم بيهددوه وعم يطلبوا منه يتشيع، هذا صار شيء مدد. هاي احسنت، هذا اللي بدي اقوله. ما هو عم بيقول عم بيقدم دعوه يعني. هلا نحن في عندنا خلل معين بمكان، البعض بفكر انه اذا المسلم اذا وحده مسيحيه مزوجه مسيحي عملت مسلمه بتطلق منه. على المستوى الشرعي نحن عندنا هيك شيء فتوى يعني انه ما بيجوز للمسلمه تاخذ غير مسلم. لكن بنظام مثل لبنان بيضل هناك الزواج، ما بيضلوا على المستوى الشرعي زواج قائم وبيضل له مفاعيله التامه وبيضل على دمته بهالمعنى يعني. طيب اديب ما ان شاء الله يكون وصل صوتك وان شاء الله تكون يعني تكون اطلقت نداء اليوم من هالبرنامج انه ما بيجوز اربع سنين يضل شخص يعني عم يتعذب بهيك. كذا مره حكيت وروح نعم. واطلع طيب. على المحكمه الروحيه ان شاء الله يكون وصل كيات فيي كل يكون وصل صوتك اديب بنعوم. شكرا لحضورك. انا اللي حديت طالب مني 1,500,000، قلت له بتقبضها بس اعطيني الورقه. يقول لي ايه بكره وايه بعد بكره، ايه بكره وايه بعد بكره. طيب. رحت لعنده كذا مشوار، بكون رسوم يعني هيدا عم تحكي بمبلغ ممكن يكون في رسوم. قلت له المصاري جاهزه انا. طيب. المصاري بجيب بكل الاحوال وصل صوتك ونحن مثل ما بنقول دائما انه هيدا المنبر حر لكل الناس انه يوصلوا الشكوى منه. واكيد انه حدا اربع سنين بده يكون بهيدا الشكل قضيته علقه يعني هيدا تسلط بصير يعني غير مقبول للحريات، حريات الشخصيه للانسان. معنا على الخط نبيل بعقلي. مساء الخير نبيل. مساء النور. تفضل. الحمد لله. تفضل. مساء الخير لك ولجوزي. ست غازة أنا لو بتتذكر اتصلت فيك من شيء 3 سنين نبيل معليني. نعم. تفضل. وحطيتك بهذه الأجواء. أنا من 7 سنين. نعم. بالمحكمة الشعبية عطوني تشوف ابني ضمن حرم المغفر. وما أجد زوجتي ضمن حرم المغفر بشطورة وتغيرت. ومن أثناء هي في عليها غرامية بينه وبين واحد منيح ورقة الطلاق بالمحكمة الجعفرية قال أخلاقيا ما بده يعطيها إياها القاضي إلا تتسلم الولد. هيدي من 4 سنين تقريبا. رغم هذا كله تجوزت قبل ما يتوفى بي هيدي بشي شهرين، كنت لقطوها بالنيابة العامة وبمغفر ترك عينه زين واخذوا الصبي معهم هي وجوزها وملف ابنك يعني. لو سمحت وطي صوت التلفزيون من حدك. نعم. عم نسمع الصدى. ولكن نعم. هي وجوزها اخذوا ابنك؟ هي وجوزها لهموا الدرك بعينه زين. وقع الملف بايدي من ايام وقع الملف بايدي. والاكثر من هيك رفعت رجعت علي دعوه وحطت جوزها شاهد علي انه انا اتهمها بالزواج. هل قد في سلطه دعمتها يعني لحتى تكون هي بتقول لي انا بعرف احكي مع مروان وبعرف احكي مع ميشيل، مع مروان شربيل وميشيل سليمان. طب هلا هي بتحكي يمكن بس يعني ممكن تكون عم تحكي حكي يعني شو؟ ما هي عم تحكي حكي وعم بتنفذ. الدوله كلها هي السلطه تبعها. بعد زوجتك ولا هلا هي بعد زوجتك؟ بعد زوجتك فسر لنا اكثر. حكينا على رواق يعني حكينا بدون انفعال لنفهم شوي. نعم. عرفتي انا طلعتها سنه 2009. نعم. بسنه 2009 بسنه 2007 عفوا بسنه 2007 بآخر 2007. نعم. بهذا الملف اللي وقع بايدي هلا مزوج هو بيقول زوجها انه العلاقه الغراميه مبلشه بال 2007. طب ما طلقتها لشو بدك بعد تبحث بعلاقاتها؟ ما خلص عم تقول طلقتها. وين طلقها؟ اي مذهب؟ بده ابنه. ما نحن بدنا نفهم من هي الشغله. انت عم تطالب اليوم بابنك. عم طالب بابني. قديش عمره ابنك؟ قديش عمره ابنك؟ صار عمره 10 سنين. طيب هل عمره 10 سنين يعني انت زواجك وين؟ بالمحكمة الجعفرية عم تقول؟ بالمحكمة الجعفرية ممضي زواجي بالمحكمة الجعفرية بس ما قبلوا يثبتوه بالدوائر المدنية لأنه أنا اللي من تزوجت كنت مسيحي. تزوجت كنت مسيحي عملت شيء بعد ما تزوجت قالوا الزواج باطل. ما اعترفت فيه الدولة ولما القاضي حسين تفتيحة كان
كان عم يحكي معي قال لي كيف عم تطالب بابنك وانت مش مسجل زواجك؟ انت ما بتشوفه لابنك؟ ما بتشوفه ابدا؟ ما بتشوفه لابنك؟ اخر مره في براده، اخر مره اعطوني قرار، اول مره 500,000 اذا تاخر عكس الساعه ما اجت لمغفر تغرين، ثاني مره ضمن حرم المغفر، ما رجوا الا ضمن حرم المغفر، حكموني حرب انا وياه بجمعه 2 انا والصبي، وبرضه ما اجت ولا اهلها ما بيعرفوا عنها شيء. طب كيف خليك معنا، خليك معنا سيدنا نبيل، خليك معنا تفضل. اول شيء القاضي اللي عم يتعاطى بالملف عم يتعاطى طبق الموازين. شو يعني؟ هو الزلمه كان مسيحي وعم بقول عمل اخذ مسلمه، بالشرع بالقانون بالشرع وبالقانون ما له حق يتزوج. اه فهو عم يدفع ضريبه الخلل. طب هلا الصبي عم اسمه مسجل. من ناحيه ثانيه بيبقى هيدا موضوع بالموضوع الحضانه بدها تنشف حيثيه الموضوع كله يعني. اوكي. طب ليش عفوا يحرم من انه يشوف؟ لا لا طبعا لا لا، بس ليش قالوا له انه بالمخفر بده ينشاف؟ ليش؟ يعني في اسباب قد تكون موجبه انه هي استدعت يلجأوا لهالشيء. لا هو عم بيقول ابدا مش مسمح له يشوف ابنه. ما في شيء. إذا بيبعت الملف خلينا نراجع له نشوف له حدا يعني. طيب. لو في تنحل حبيبي. لو في قانون مدني للأحوال الشخصية نرجع على كانت تنحلت كل مشاكله مدنية. طيب. لأن الدولة بتحب تضيف شيء نبيل؟ نعم؟ بتحب تضيف شيء؟ عم بقول لك حضرة الشيخ إذا ما في يعمل غير هيك القاضي بتاخذ يعني رقمه وبتبعت لك بتبعت ملفك بركي بيقدر يساعدك. أوكي عرفت وعيني بس بدي رقمه بعد إذنك. شكرا لك نبيل. لور فرج معنا على الخط أيضا مساء الخير. يعني عم شوف حجم مأساة عند الناس طبيعي. بأنه مش منطق أنه تضل أمور الناس معلقة بالطوائف بهذا الشكل ويعني وتداخل الطوائف مع بعضها بهذا الشكل. تفضلي لور مساء الخير. بليز ألو ألو تفضلي أنت على الهواء. أنا بدي ينزع اسمي على تفضلي مدام تفضلي. أوكي بليز ما تزايدي اسمي إذا أوكي تفضلي تفضلي. يسعدني مساك يا ست. أهلا فيكي حبيبة قلبي. أنا مارونية مسيحية بالخمسة. نعم. ابني اتجوز عنده ولدين كبار جوز ابنه ما بدي طول على هيك بالحديث. نعم. بعرف البرنامج كتير طويل. تفضل. نحن بالمحكمة الروحية. نعم. اللي موجودة على ضبيعة أدونية سوني. نعم. صار في طلاق قدم الطلاق هي بينه وبينه هو قال ما بدي طلق هي قال بدي طلق. نعم. صدرت بالمحكمة خلال 6-7 أشهر ما حضرنا ولا محكمة لابني ولا طلبوه ولا وجهوه وطلع الطلب ببطلان الزواج حكموه ب15 بهيدي السهولة يعني بهيدي السهولة بدون ما استجابوه وهو ما كان موجود بالمحكمة بدون ما استجابوه وقرطت فوق أو تحت كل شيء فيه مصاري وكل شيء كان معه الشقة وطلعوه من البيت مع احترامي إليك زلايطة وأنا أمه عمري 72 سنة دوامنا كتير وركضت كتير وبوست إيدين وإجرين لحتى لغيوا 15 مليون ورحت على المحكمة. هل هي عندها نفوس كان يعني معين؟ ورحت على المحكمة دا أعرف شو اللي صار قالوا لي في إليك ورقة بطلان زواج حر هي تتجوز بسبعة أشهر صار بطلان الزواج بسبعة هل يجوز هل يجوز هيدي المطرانية المارونية خورة عاملين قاضي انه يحكم بالطلاق بدون ما يتواجهوا بدون ما يستشيروا بدون ما يحكي معه خلال 7 أشهر بدون اي طلب لا إفادته يطلع رسم الطلاق بس هيدي رح موت ورح افقع رح موت عمري 72 سنة عم اقضي من اوجيع ست غادة بدي منك سؤال فضل. وانا كتير بحترم رأيك شو بتنصحيني اعمل خلص صار في بطلان زواج بس هل في ولاد في ولاد في ولاد والشقة وكل شيء لمين في ولاد ايه ولد مجوز عنده ولد وبنته حتى ولادهم كبار يعني بنته مضيفة هلا قالوا لنا بالطيران وهلا عم شوفه على الفيسبوك بأبشع الحالات عيب واحد يحكيها بكل الأحوال نحن يعني بنشكر ثقتك بالبرنامج وإن شاء الله أنه ممكن يكون في أي جواب يعني على الموضوع ولكن شكراً لك شكراً لك يعني بهي الحالة يعني كيف هون الغرابة بالاستنسابية بالتعاطي بقضايا بطلان الزواج عند بالمحاكم الروح المارونية اللي مثلاً بنشوف أنه حدا يعني بيقدر بيبطل زواجه بكم شهر وحدا بيقعد كذا سنة وبنفس الوقت هل ممكن في حالة كمان وردت لعنا هل ممكن أن يدعي أحد الشركاء بالاحتيال إذا كان صار في نوع من يعني أنه يعني أخذ أموال من الآخر يعني عنده الملكية أخذ له ملكيته كذا ورجع راح قدر عمل بطلان زواج أو قدر طلق يعني هل في نوع من هذا الموضوع؟ طبعا إذا أي حكم بني على باطل أو على خداع أو على غش أو على احتيال
ممكن أن يتعرض بالمحاكم المدنية بدعوى احتيال بالمحاكم العدلية بالمحاكم العدلية الجزائية بيقدر وبيعملوا قاعدة قانونية هي ممكن هذا رد على الجزاء يعقل الحقوق يعني اذا كانت مهما كانت اذا كان في اثبات على هذا الاحتيال وهذا المبدا القانوني ممكن من خلاله تعاد المحاكمه على اساسه اذا كان في احتيال او غش لانه في بعض قال انه اليوم عم بيصير في زواج معين ان كان من الزوجه او يعني الزوجه بتيجي بتبتز زوجها ماليا بتقعد معه سنه سنتين بتاخذ له مصرياته في حدا حكى بمبالغ كبيره وبترجع هذه الزوجه بعلاقات معينه دغري بتروح حتى من دون موافقته بتطلق يعني هذا اول شيء نوع من الغش احتيال. اول شيء الغش بالمعامله اولا اذا كان ناتج عم تعمل احتيال فهذا جرم يوقف المفاعيل. هلا بالنسبه لموضوع صدور الاحكام من دون مواجهه الفريقين هذه مخالفه للاصول المدنيه التي ترعاها كل المحاكم اصول المحاكمات المدنيه. بعد الفاصل الاعلاني رح نحاول نتصل بصاحب هذه القضيه اللي هو واثناء سجنه بالسجن احد يعني رجال الدين احد المشايخ يعني ابطل زواجه وطلقوا من زوجته وزوج زوجته وهو ما معه خبر وقاعد بالسجن. خلينا نشوف هاي القضيه بعد الفصل الاعلاني. منتابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة. معنا رد على الاتصال اللي ورد من نبيل بعقليني، رح ناخذ الرد ولكن بعد ما نسأل حضرة الشيخ اللي عنده بعض التوضيحات على موضوع توظيفات معي. بس لمر الذكرى بس باختصار شديد انه ما في اشكال بانه يكون في هناك ضمن المحكمة عدد من الموظفين قريبين بعض بس في الخلل وين؟ الخلل اذا كان ما عم ينفتح فرص لكل المواطنين ليكونوا متساويين في التقديم على هذه الوظيفة من ناحية، من ناحية تانية انه يكونوا كلهم بمحكمة واحدة، هون كمان في خلل بصير قانوني. اما غير هيك انه يكونوا ضمن محكمة اقارب موظفين، بتعرف نحن عندنا بالتالي اليوم شي 20 محكمة عم تداد الاراضي اللبنانية انه في بس ضمن المحكمة الواحدة يكون القاضي والكاتب اللي عنده او مساعد القضاء انه يكونوا قريبين، هذه طبعا فيها خلل. طيب في بعض الأسئلة كمان اللي وردتنا يعني عن سفر القضاة، فقط سفرهم من دون رقابة، عن حضور القضاة والقضاة الشرع وانغماسهم باللقاءات السياسية، ويعني مفروض أن يكونوا على مسافة من السياسة والسياسيين. في كمان عن الفساد اللي متعلق بإدخال البضائع والبواخر المعفية من الرسوم الجمركية وهي بتكون وهمية، وهذا يعود بأرباح طائلة على القيمين على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو على دار الفتح. وفي معلومات هلا مؤخرا عن ادخال باخره يعني مبلغ الجمرك عليها $1,800,000، يمكن هذا بيدخل بضمن نطاق الفساد في الجمارك، واللي عندنا معلومات صار كثير قويه عنه ورح نخصص له حلقه عن موضوع ادخال البضائع تحت ستار المؤسسات الدينيه واللي عم تبلغ بملايين ملايين الدولارات اللي هي فقط الجمارك عليها. هون شو القصه بهالموضوع؟ يعني بالحقيقه في هيك شيء منه ضمن المجلس الشيعي الاعلى على اعتبار انه هو مؤسسه ذات منفعه عامه له حق ومعفي من الرسوم، ولكن هل يجوز ادخال يعني بواخر طبعاً الحديد وادخال يعني تجار فيها؟ طيب اليوم هل عم بدخل هالبضاعه تحت هذا الستار يعني شو بيكون كيف شو بيكون عم ينتفع المجلس؟ طبيعي عم بيصير في تفويت مصلحه عامه على الدوله، وهيدا المفروض انه علاجه مثل ما قلنا انه بترتيب يعني وضع المجلس. يعني بنحكي عن فساد بالمرفأ وانه قديش في ابواب للفساد وقديش في يعني خفايا، وكانه عم نحكي عن مغاره علي بابا، ويجب ان نغوص بكل هذه المعلومات فيها. يمكن هل طبعا يعني انت عندك معلومات، انت كتبت وقدمت شكاوى على ما يجري من فساد صحيح، وكتبت كتب، ومن هذه الكتب يعني قضيه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وايضا كتبت كتاب ملفت هو وصيه مودع، وكانك انت يعني سوف تتعرض لا سمح الله لعملية تصفية أو اغتيال أو شيء، يعني كيف ليش لا لماذا هذا الخوف؟ بالنسبة لوصية مودع هو نشرته عقب نشر وثائق بعض وثائق ويكيليكس صار في نشر هذا الكتيب. طبعا كنت عم بهدف أقول أنه بمعنى أنه مش حابب ساوم على بعض الآراء اللي البعض عم بيحاول يضغط نكون بجو معين.
بالنسبة للمجلس الشيعي مثل يعني واحدة منهم المجلس الشيعي اللي عاملة طبعا هالضغوطات هيدا، انه مطلوب انه الواحد يكون مثل مثل غيره ساكتين على الوضع القائم المزري الموجود حاليا. وطبعا انا رافض على نحن عم نطالب باصلاحات. هل دونت بهذا القضية اللي ارسلتها لمجلس الشورى الدولة، هل دونت وقائع واثباتات عن الفساد الموجود وعن هدر الاموال وعن املاك الاوقاف التي تستباح؟ هل دونت كل هذه الامور في هذا الكتيب؟ على بالنسبة لموضوع شورى الدولة تحديدا، نحن حكينا عن الفساد بالنسبة للتعيينات، لانه نحن عندنا الفساد الاداري الموجود. نعم، تعيينات مفتين غير صحيحة، تعيينات بملاك يعني بمعنى بالمجلس الشيعي بالأوقاف مثلا معين. نعم. الأستاذ محمد حرب بصورة غير قانونية. نعم. سماحة الشيخ عبد الحليم شرارة القاضي الشرعي قطعا بالقانون ما له حق يكون رئيس مدير عام التبليغ الديني. نعم. محطوط أيضا بصورة بتخالف المهام اللي فيه. نعم. المساحة اللي هو فيه يتحرك فيها كقاضي شرع. بالنسبة للمشروع الدولي ما كان فيها مواضيع، ما قضناش على موضوع الفساد، بس موضوع الفساد يعني هي ناشئة برجع بعد لك من الخلل الموجود ضمن المجلس الشيعي الأعلى، أنه لأنه في تسيب ملفت ضمن المجلس الشيعي عم بيتم اللجوء. نعم. لأنه البعض يروح على موضوع نسمع يعني عم بيقولوا لي أنه مسكرة الاتصالات بقناة الجديد، ما بقى في تليفونات فاضية، نحن ما بقى يعني ما قادرين كتير ناخد اتصالات. ولكن في خالد عيسى بده يرد على اتصال نبيل بعقليني، وهيدي الحرية الموجودة ببرنامج الفساد وحق الرد للجميع. مساء الخير سيد عيسى. ألو، مساء الخير. تفضل. مساء الخير ست رضا. مساء الخير. أهلا فيك، تفضل. عندي موضوع حساس جدا وبدي كمل فيه، بتمنى تسمحي لي أحكي. تفضل تفضل. أنت بدك ترد على نبيل بعقليني؟ لا لا لا، ما بدي أرد على نبيل، أنا عندي قصة بدي خبرك إياها. نعم. المحكمة الشرعية، بتمنى تسمعيني. نعم تفضل. ستغادة، نحن كنا بألمانيا عم نشتغل وعم نبعث مصاري لخينا على لبنان، فجأة خينا بلبنان بيموت. نعم. ماشي، وعنده 3 أولاد بنات وعم نبعث لهم مصاري، فجأة بيموت والدفتر البنك موجود وكل شيء. نيجي بدنا ناخذ مصرياتنا، بيرضوا المحكمة يعطونا إياهم إلا ليصيروا أولاد وعمرهم ب 18 سنة. ومرته معترفة بالمصريات. أوكي؟ نعم. الورقة اللي بتطلع على مرته من المصريات تبعونا بتعطينا اياهم، بيبقى في الاولاد ما بيعطونا اياهم، 900,000 موجودين بالدفتر. نعم. بيقول لي احد القضاة بالمحكمة اذا بتعطيني 45,000 انا بعالج لك الموضوع، بقول لك مخرج القلب. اف، هيك علنا. طب شو اثباتك عن هالشيء؟ موجود وعلنا انه بالمحكمة. طب هون بهالحالة فيك تلجأ للمحكمة او التفتيش القضاء الشرعي او المحكمة الجزائية. شكرا. نعم. خليني خلص اسمعي. تفضل تفضل. قصة جننتنا. تفضل. ست غادة، بعد كم يوم من اسبوعين كنت عم تحكي على موضوع القاضي اسمه رفعت الحج. عارف الحج؟ نعم عارف الحج. نعم. كنت موجود بالمحكمة وسمعت خبريني من جوا من قلب المحكمة. نعم. انه عارف الحج ما بيقدروا يفتحوا ملفه اللي كنت عم تحكي فيه من اسبوعين، لان اذا بيفتح ملفه بده يفتح القاضي دريان، هي وحده. نعم. اثنين، ليش المحامي عمر اسكندراني ما بينرفض له ولا دعوه بقلب المحكمه؟ نعم. لانه بيسافر معه على مصر، بيسافر معه على دبي. وبنايمه عنده بالقاهره، هذا موضوع ما حدا بيعرفه ست غادة. هلا انا عم بقول لك اياه، والمحكمه كلهم بالموظفين بالقضاة كلهم معه خبر بالموضوع، بس انت عندك ملف الفساد لازم تحط اسامي. من اسبوعين ما كانوا عم يحكوا بهذا الموضوع. نعم. ما كانوا عم بيقولوا اسامي. نعم. هل القاضي عارف الحج هو اللي حكم او ظلمك بحكمه لإلك يعني؟ لا ما ظلمني، ما ظلمني، بس شو؟ انا عم بخبرك شو عم بيصير بالمحكمه، المحكمه تبعيتنا النيه. نعم. انه ليش ما بيحكوا بالاسامي؟ ليش ما بيقولوا الاسامي؟ هاي عم نحكي نحن هلا، عم نحكي يعني، ما انت عم تحكي، ومفروض انه ينحكى بكل هالاغلاط. نعم. هل عندك شيء تضيفه؟
والدريان صاحبه لعمر اسكندراني ما بيرفض له دعوه، كل دعاويه عم تطلع ربحانه. يعني هيدي العلاقه بين المحامين والقضاة هي موجوده بالمحاكم العدليه وبالمحاكم الشرعيه وبالمحاكم وين ما كان. نعم دائما يعني موجوده بجو الفساد، اكيد في مطارح نظيفه يعني. الا من الصغار، لا الصغار ما حدا عم يحكي عن الصغار، يعني نحن بالبرنامج ما بنحكي غير عن الكبار وغير عن المسؤولين. عامر اسكندراني صاحبه للقاضي دريان، يعني الفساد وين بالمحكمة الشرعية؟ نعم قليلي فساد وين؟ يعني بدك تقول عند القاضي دريان؟ اوكي اذا في فساد، اذا في وثائق، اذا في وثائق تفضلوا اي قدموها ونحن مستعدين انه نبرزها، يعني ما عندنا مشكلة. طب اوكي، طب ليش ما انفتح ملفه لعارف الحاج؟ ليش فزعانين ينفتح ملفه لعارف الحاج ما زال هيك؟ يفتحوا ملفه خليه يطلع ينفضحوا. ما هو قايل بالمحكمة إذا ما نحن قلنا إنه تحول للمجلس التأديبي وأبرزنا بالحلقة مرسوم إحالته يعني للمجلس التأديبي. شكرا لك. المحكمة انزلي على المحكمة، اعملي بروجرام تحت المحكمة شوفي شو عم بيحكوا. شو عم بيحكوا؟ ينفتح ملفه لعارف الحاج بده ينفضح الدنيا كلها. نعم. يعني هذا الملف اللي راح على المجلس التأديبي ممنوع انه يتحاكم فيه؟ ممنوع ينفتح، لا بده يفتح له قصصه للقاضي دريان. انت بتعرف يعني قصصه للقاضي دريان؟ بكل الاحوال يعني نحن خليه يخبروكي قصة يحيى. شو قصة يحيى يعني؟ خليني بخبروكي اياها، انزل على المحكمة. اوكي شكرا لاتصالك. يعني نحن ما عندنا شك انه في هيدا الجو اللي متفاقم بالفساد وبكل انواع، يعني ابعد ما يجب ان تكون عن المواقع الدينيه وهذه الرموز الدينيه. يعني للاسف يعني نحن عم نحكي عن موضوع انه بنتاسف انه نحكي فيه ولكن ما بقى قادرين انه نسكت عنه. شو تعليقك؟ والله انا بعتقد انا انه معركه محاربه الفساد هي معركه تحرير البلد من الموبقات والمفسدين ومنع الإفساد. وهذا اللي عم بيقوله المواطن هون ممكن يكون إخبار برسم النيابة العامة التمييزية. نعم. وإذا كان على حق فتتحرك النيابة العامة، وإذا كان على باطل هو له حق المفترى عليه أن يقوم بدعوة افتراء ضده. من شان هيك المعركة، حق الصراع هو حق طبيعي لكل مواطن وحق للتقدم للوطن أيضا لحتى ينكشف الحقائق وبالتالي تتحرر البلاد من الفساد والإفساد كما تتحرر الأرض من الاحتلال. هل أنتم المحامين بهذا الجو؟ يعني اليوم هل لديك أنت بعض المعطيات أيضا التي تؤكد هذا الجو؟ هل فيك تعطينا بعض المعلومات؟ لما بيكون في بيئة حاضنة يا أستاذي عيد للفساد بده يصير في فساد. ما عندك ملفات لما جاهزة يكون معك؟ لما بده يكون في فساد وإفساد. نعم. بكل البيئة بالبلد ويسكت عنا، لما تكون تدخل السياسيين في الدين وتدخل رجال الدين في السياسة. طيب. وعدم فصل الدين عن الدولة، الدين عن الدولة وليس عن المجتمع. نعم. فيؤدي إلى حالة من الاختلال تجعل الوطن والأمة في حالة قبول الفساد. هون دور الإعلام ودور القضاء. معنا شكوى من السيد حسين مهدي. مساء الخير حسين، تفضل. يسعد مساكي. اهلا فيك، تفضل. يسعد مساء الجميع، وانا بتشكرك جدا لانه اتحتي لي الفرصه انه احكي بهذا الموضوع. تفضل. انا مستاجر من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. نعم. عقد استثمار حر ل 30 سنه. نعم. فبتفاجئ انه هذا العقد لمده 30 سنه انه انباع هذا العقار، وهي عده اقسام، خمس ست اقسام انا مستاجرها من المجلس من. نعم. من سنه 2005. نعم. واللي اشترى هذا العقار هو بنفس العقار اللي أنا فيه. شو يعني؟ فبيجيني دعوة العقار وإنذار. اشترى بالأخلاق. العقار اللي أنت مستأجره على 30 سنة. نعم. على 30 سنة بيجيني إنذار بالإخلاق. نعم. من شخص اشترى العقار. نعم. فبتفاجأ بهذا الموضوع. نعم. إنه سند عقد استثمار حر للوقف، ما على علمي انه مثلا بينباع هذا العقار. نعم. فحطيت اللي فوي واللي تحتي لحتى لي حسنت ورممت. نعم. هذا العقار وتدينت مصاري وفي 10 15 عائله عايشه من وراء هذه المؤسسه اللي نحن فاتحينها. نعم. فهون
بيجي شخص بيقول لي عم بسأله والله انت اللي رفعت علي دعوة؟ قال لي ايه صحيح انا رفعت عليك دعوة، انا اشتريت العقار. طيب كيف اشتريت هالعقار؟ بيقول لي والله انا قالوا لي سجل العقار باسمك وخد عليه 2000 دولار وبترجع بتنقله لاسم واحد تاني. اف مين يعني؟ فانتقل لاسم واحد تاني بنفس الوقت. ليش بده ينتقل لاسم واحد تاني يعني؟ ناس على أساس شخص اشترى العقار وبنفس الوقت انتقل لاسم شخص تاني. فالشخص التاني قام علي رجع يعني دعوة. الأولاني كان قايم علي دعوة بس عرف الموضوع الحقيقي شو أنا كيف مستأجر، بطل يرفع دعوة. أوكي. فانتقل لشخص تاني العقار ورفع دعوة الشخص التاني علي. نعم. وبعدني هلا بالمحاكم. بعدك أنت يعني عم شاغل هذا العقار؟ طبعا عم بشتغلوا، انا عم بشتغل في هذا العقار ورممته وسويته. طيب. هون انا صار من 2005 عم بستاجره وعم بدفع بدلات السنويه. خلينا نتوقف سلف شوي معي هون. هل يعني كيف يعني ماذا يحكم موضوع بيع الاملاك الاوقاف؟ كيف بتصير الامور يعني؟ هل مسموح البيع؟ هل ممكن انه يكون في اجار وعلى 30 سنه ويصير في بيع؟ وهيدا جدليه هيدي حاصله بكل الطوائف يعني، باملاك اوقاف كل الطوائف اللي عم توزع على المحاسيب والأزلام. حتى في سبق وفتحنا ملف كمان الطائفة المارونية كيف توزع أراضي الأوقاف فيها بطريقة القربة مع هالمتران ومع هالبترك وما بعرف شو. وهل هذا هو يعني كيف يتم طبيعة الحال؟ يعني ما هي القوانين التي تحكم والمعايير؟ أي معايير تحكم موضوع البيع؟ كيف تباع أملاك الأوقاف؟ بالأساس الأوقاف هي تجعل للملك العام للطائف. نعم. عم بيصير في بيعة، في حالات يجوز فيها البيع. مثلاً شو هي الحالات؟ شو هي المعايير؟ إنه عند الضرورة أو في حالات معينة. هلا بنحكي عن الأزمة، بس خلينا بصلب الموضوع. بالأساس المفروض على المتولي الوقف إنه يلحظ ويتابع ويشتغل على تأمين المصلحة لهذا الوقف. هلا اللي فهمته أنا من الأخ حسين، نعم، إنه هو تم بيع هذا هالعقارات بقرابة نص مليون دولار. نعم. وقيل إنه ثمنهم على الأقل بيجي كم مليون دولار، وحتى قيل أيضا في محل قريب على العقار اللي أخذه كان عم يبيع بشي 5000 دولار. نعم. طبعا هيدا مبلغ إنه واضح إنه خلفية بيعه ليش يعني، إنه في موضوع استفادة. هلا على مستوى إنه العقار مأجر هو على 30 سنة بالأساس، هو مش المفروض يكون فيه هالسنين هذه يعني. مثل من فترة مثلا حتى المجلس الشيعي أجر مثلا عباس هاشم عقار بالجنوب كمان 30 أو 40 سنة. من النائب عباس هاشم؟ نائب. نعم. أجروا على 30 سنة؟ نعم. وهيدا مثلا هون وقف، هيدا كان منشور بالناو لبنان كمان، هيدا عقد استثمار حر لجمعية كشفت الرسالة ببلدة كفرصير. نعم. ايضا كمان معمول من 1/6/2010 ل1/6/2040. يعني هل في قوانين تحدد تحكم هذا الامر؟ بده المتولي الوقف يشوف مصلحه الوقف ويطبقها بشكل عام. طب يعني في هون مزاجيه انه ممكن هو بيلاقي مصلحه الوقف هيك يعني؟ ما في قواعد في غياب تبنى عليه؟ في غياب الاداره، في غياب الاداره المتينه والسليمه، وفي غياب الانتخاب، في غياب القيادة يعني بمعنى. طب مين بيعين القيمون على الأوقاف؟ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عادة هو مؤسسة منتخبة بتكون. نعم. نحن معنا بنعم نحكي آخر انتخابات ب75 من 38 سنة. نعم. مؤسسة ميتة، لذلك نحن طبيعي نشوف فيها يعني الشيء. القيم على الوقف هو يقرر يعني؟ هل عندك فكرة صحيح قانونية صحيح بالموضوع أساساً؟ يعني القيم على الوقف وحده يقرر كيف يبيع وكيف يؤجر وبأي شروط وبأي أسعار لا وفقا لشروط المصلحة العليا لإفادة. طيب. الوقف. طيب. لأنه مال الوقف هو. طيب. مال عام. ما هي يعني من يكتب هذه الشروط؟ من يغيرها؟ من يضعها؟ في قواعد عامة. نعم. في قواعد عامة أولا فيها المصلحة والفائدة للوقف بالذات والنتائج التي تؤتى إليه، إذا. نعم. كان وقف عام شرعي أو وقف عام للدولة أو وقف عام بلدي أو. نعم. أي أو عائلة، فبيشوفوا المصلحة العليا للوقف للإفادة منه.
طيب يعني هذا هو القيم وحده هو اللي بيشوف بس شخص. بس إذا تبين هناك غبن يعني بحالة السيد حسين شو بيعمل؟ هنا غبن، هون في حالة غبن أنه هو مستأجر لمدة طويلة بالأساس لأنه كان يعني هذا العقد الأجار يلزم ملزم المشتري المشتري الجديد يلزمه. هلأ كيف يباع مال الوقف بثمن زهيد؟ هذا موضوع آخر، نحن عم نحكي عن حالة حسين، ممكن إنه يطعم بهالبيع؟ ممكن يطعم فيه. أول شيء وين وين بده؟ بده يطعم فيه أو قدام قدام المجلس مجلس الشورى الدولي إذا كان مال وقفي وإذا كان مال عام. هذا المال عام هلا يعني إذا كان مال وقفي كمان بمجلس الشورى الدولي طبعاً نتابع كل شيء كل شيء. أملاك الطائفة، أملاك الطائفة هي تابعة لإدارة عامة ذات منفعة عامة. نعم. هيك من حيث المبادئ. طيب. أما من حيث التطبيق. نعم. فالفساد والإفساد حدث ولا حرج وما كان. طيب. سيد حسين هل يعني تقدمت بأي إجراء قانوني بهذا الأمر؟ طبعا في دعاوى بالمحاكم من سنتين. أي محاكم؟ بعدنا عم نشتغل بالدعاوى مع العلم بدي أقول لك موضوع ست غادة أنه هذا العقار اليوم حقه مبلغ كبير يعني مبيع أقل من ربع قيمته. نعم. هل في يعني هل في خلفيه ببيعه تصاعدي هل في خلفيه ببيعه هل بيع لاحد المحسوبين او هل في خلفيه ببيعه؟ نعم. هل عرفتوا عن انه ليش مباع بهيدا الشكل؟ ايه طبعا. شو عرفتوا من بعض الناس يعني اكيد داخل المجلس. وانا حاولت كذا مره الله يعزه سماحه الشيخ عبد الامير ابلان يلي مقدره كل احترام ومعزه ونحن على معرفة قوية من زمان فيه وحاولنا أنه نروح نحكي له ونشوف نشرح الموضوع قدامه شو الموضوع لأنه بعتقد أنه سماحته يمكن ما عنده يمكن خبر بهذا الموضوع بعتقد بكل أحوال يعني حاولنا نشوفه نحن ونحكي معه بهذا الموضوع ما قدرنا اللي حواليه حاله أنه دور الوصول إليه بكل الأحوال وصل صوتك اليوم من خلال هذا البرنامج النقطة هذه عندي رأي قانوني أتحفظ أن أبدأه لأنه لا يزال عالقا أمام المحاكم. نعم بدك بركب تحت الهواء بترجع بتحكي للسيد حسين برأيك القانوني إذا عنده محامي ما بقدر أعطيه نصيحة ليه؟ فمحامي أجدى به وهو مسؤول عن أنت منك مخالف لأصول المهنة كمان حلقة عم تقول له للنقيب أنك ملتزم اليوم معنا بالحلقة أنا أساساً ملتزم بمبادئي لأنه أحلى ما يعترضوا على حضورك مثل ما بيعترضوا على حضور المحامين معنا بحلقات أحاول تطبيق الأصول بكل الأحوال بدنا مضطرين لفاصل علينا نرجع نختم الحلقة ومعنا وقت كتير ولكن خليكم معنا أعزائي المشاهدين متابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة قبل ما نختم الحلقة معك حضرة الشيخ عن موضوع يعني هيك مستغرب أنه أنت دعوت إلى أنه يكون في زواج مدني إلزام بلبنان مش اختياري. حلقة الأسبوع المقبل ستكون حول الزواج المدني، مفاعيله القانونية، نتائجه القانونية بلبنان، هل صحيح أنه يطبق لا يطبق، شو هي التداعيات. ولكن خلينا بعد ناخد شهادة الليلة معنا المهندس معن الجندي. مساء الخير سنور. تفضل. أنا بشكر الإذاعة وبشكرك سعادة وححكي مشكلتي باختصار. تفضل. أنا مزوج تنتين. نعم. عندي زوجة من مزوج زوجتين. زوجتين. نعم. أول زوجي عندي 4 أولاد منها وزوجي الثانية عندي ولد واحد. نعم. فتشكت علي زوجي الثانية بالمحكمة الشرعية عند القاضي علي المولى. نعم. حكمني $1,000 نفقة. نعم. 4 سنين لورا، قلت 4 سنين بالمحاكم ما قادر اعمل شيء. فرجع بمحكمة تحول لمحكمة الشرعية العليا الحكم عند القاضي حسن عواد. صدر بحقي حكم مبرم. والحكم عم يتنفذ ببيع البيت الثاني اللي قاعدة فيه 4 أولاد. شو هو الحكم المبرم؟ إنه أنا صار علي $70,000 هلا لازم أدفع. يعني $1,000 نفقة شهري يعني كيف؟ كل شهر $1,000 بدي أدفع. كل شهر $1,000. أنا موظف دولي ما بيتعدى معاشي 1000 وشوي يعني 1000. بس ليش هل خليك معنا ليش التفاوت بالأحكام يعني عنا نفقة لأربع سنين 3 مليون ليرة ونفقة $1,000 ليش شو كيف؟ هلا هو المفروض كل واحد بحسبه يعني حسب وضعه مهنته يعني. نعم إذا نعم. يعني إذا كان حدا مع أنت حسب أثبتت أنه مع يعني أثبتت وقدمت لوائح براتبك وب يعني وضعك. طبعاً. نعم قديش بتقبض أنت؟ أنا موظف دولي شي 1,900,000 تقريباً. بس موظفين الدولة بيطلعوا بران كتير.
لا حسب وين وكيف. لا ما بطلع انا يمكن قدروا هيك بالمحكمه حسبوا لي اوكي. فبدي حدا بس يدلني اخر شيء الفت لعند القضاة وقلت لهم وضعي 1-2-3 فانا عندي هل في اعترض على وهو انا بيتي على الاسكان بيتي على الاسكان عم بدفع عليها اسكان يعني حجزت انحجز على البيت وحينباع البيت بالمزاد العلني زائد بالشغله الثانيه اللي بدي ضوي عليها بالمزاد العلني مخمنين ب 140 الف دولار بينما هو بيسوى اكثر علي على الاسكان بحدود ال 40 الف وعلي 70-80 الف هلا بدي ادفعهم بتعرفي بالمزاد العلني اخر شيء بطلع انه بدي ادفع لهم مصاري لحتى لي وينزت عائله بالشارع اربع اولاد لانه بما انه هالشارع عم يحكي باسم الله وانا عم مسله كلمه الله على الارض فانا عم بحكي مع الشيخ حسن قال لي نحن بنحكم بالعدل انا ما بدي شيء الا العدل لا اكثر ولا اقل نعم فهالعدل انه خي طب شوفوا وضعي اساله ما في يسال هو انه خلص بالوراق اللي قدامه ما بيقدر قاضي اصدر حكم ما بيقدر يصدر هالحكم انه خلص وصلت يعني مشكلتك شكرا لحضورك معنا شو بالصيغه اللي عم يطرحها الاخ وضعه مأساوي بس بالاساس اذا واحد بده يكون منصف وموضوعي بده يشوف الطرفين بدها تنشاف كل حيثية الموضوع. الشيخ حسن عواد رئيس المحكمة الجعفرية العليا مش لحاله هو اللي بيطلع القرار، في هيئة من المستشارين أربعة معه هن بيطلعوا القرار. هلا خلي ينشاف ويتراجع وتنشاف كل حيثية طب الموضوع. طب هل في إنه ممكن يطعن بهذا القرار؟ يعني ممكن يلجأ لحدا يعبر عن ظلامته بالقانون؟ هل ممكن أستاذ رفيق؟ يعني اليوم إذا $1000 هو معاشه $1000 يعني ليش ما قسموا له إياه على عائلتين يعني؟ على الزوجتين المشكلة إذا في خطأ قانوني إذا في ارتكاب قانوني إذا طب هذا التقدير هذا التقدير تقدير النفقة من يعني هل متروكة بس ما في معايير لتقدير النفقة المحكمة يعني إحنا عنا شكوى من زوجي بعد يعني على 4 سنين ما عم تاخد نفقة أقروا لها ب3 ملايين ليرة يعني هيدي حالة فيها غبن كبير بده يكون مقدر الخبير أو نعم أو الحاكم الشرعي إمكانية الزوج مقدم له ورقة فقر حاله وعنده وضع مأساوي بده يكون نعم. ما أحسن الدفاع عن نفسه نعم. ما أحسن الدفاع عن نفسه الأخ يعني معنا الورد وردنا الحكم وردنا الحكم يعني في غبن كبير أنه 3 ملايين ليرة لأربع سنين هي نفقة يعني نفقة زوجية ولا نفقة طبعاً 4 ملايين 3 ملايين يعني أنا طبعا ما بيكفي هذا يعني حكم طبعا شفته انت يمكن هيدا الحكم شو رايك فيه بهالوقت في رد كان عنا اتصل فينا المحامي قاسم المولى يعترض ويؤكد انه هو ما عنده اي يعني ما توكل باي دعوه حكم فيها شقيقه القاضي علي المولى ولكن نحن عنا الاثباتات انه بتقول بهذا الحكم اللي حكم فيه القاضي الشيخ علي المولى ورح نبرزها على شاشة. هيدا اللي حب كمان يستوضحه المحامي قاسم المولى وانا رح نبين لك هذا المستند بهذا الحكم اللي موقع من القاضي الشيخ علي المولى الوكلاء هم المحامون مي حرب وفاء خماسي وقاسم المولى واذا كان يعني قاسم المولى هن بمكتب واحد تعتبر هذه الدعوة من قبل شقيق علي المولى حسب ما نعرف بالقانون هل ممكن انه يعني هل يسمح لي لاحد الوكلاء المحامين ان يكون شقيقه قاضي ويتوكل فيها للقضيه القاضي ما لا يسمح من حيث القانون والعرف نعم. انه له حق القاضي يتنحى بهالحاله هاي ولكن انا صراحه ما اعرف حيثيات الدعوه ممكن يكونوا بذات المكتب حتى لو كانوا بذات المكتب نعم هو الوكلاء وهالمحامون ما يحارب وفاء خماسي قاسم ممكن المولى ممكن نعطى نعم. اسمه عرضا بكل الاحوال اذا في اي توضيح من المحامي قاسم المولى نحن كمان ممكن انه نقابل تحسن فيها طيب. اذا في ما بقى معنا وقت نحن الاسبوع المقبل سوف يعني مثل انه بعد هذه العينات اللي ابرزناها وهذه الوقائع وهذه الوثائق سوف نسال سؤال كبير جدا هل لان هذا الفساد موجود وللمحافظه على هذا الفساد يمنع المواطن اللبناني من الزواج المدني يحرم من حقه الشخصي بزواج مدني يعني الجميع يطالب فيه اختياري على الاقل مع انك انت عم تدعي له الزامه وهذا شيء مستغرب بدنا ننهي الحلقه علما انه الحلقه المقبله سوف يكون لنا شرح مفصل حول الزواج المدني حول القوانين التي تحكم هذا الزواج حول ماذا جرى في لبنان وماذا يجري وماذا يمكن أن يجري حول موضوع الزواج المدني في لبنان الدولة اللبنانية بالأساس منذ نشوءها
هي دولة مدنية بامتياز. نعم. ووضعت القوانين والدستور اللبناني من سنة 26 على أساس المدني. أما رشوة الطوائف في المادة 95 كانت بشكل خجول أيام الفرنسيين. نعم. فتحولت هذه الرشوة إلى واقع حال حكم بعكس إرادة المشترع الأساسي الذي وضع الدستور وبعكس اتفاقيات والمواثيق التي تعدت في الأساس منذ ميثاق 43 حتى اليوم على أساس الدولة المدنية الحضرية. من هنا كانت هذه المواثيق من الميثاق الدجلي الطائفي المذهبي الذي دخل في أساس الدولة المدنية هو البيئة الحاضنة الأولى منذ 43 حتى اليوم. نعم. وظلينا نتكاذب مع بعضنا، وكان رعاة هذا التكاذب الطائفي المذهبي الإقطاعي هم رجال السياسة ورجال الدين المتمنطقين سويا في حلبة. ما بتشعر بحرج نحن عم نقول رجال الدين وحدتك موجود معنا؟ ما بقى عندنا وقت، بدنا ننهي الحلقة. مسترجلي الدين غير رجال الدين الأتقياء. بكل الأحوال سوف يكون لنا نقاش، أنا بشكر حضوركم معنا، سوف يكون في نقاش ونقاش جريء ويضع النقاط على الحروف في هذا الأمر بالحلقة المقبلة. تصبحوا على الخير، تصبحوا على خير، ويعني ندعي جميع المشاهدين كمان للتواصل معنا، ومساء الخير وتصبحوا على خير للجميع. قوي حالك رجع مالك وين ما كان.